أهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قال أحد الشعراء: أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل. لم أبكي من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول. ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويل. القصة اللي معنا اليوم هي من الأردن، خلاف بين أخوين، خلاف على شركة، على أمور تجارية. رح منشوف كل تفاصيلها، ولكن أولا مستقبل صاحب المبادرة اللي بده يصالح، يعني مستقبل أحمد محمد صالح. أهلا أحمد. أهلا وسهلا حبيبي، تفضل. أهلا وسهلا بأحمد. أهلا وسهلا فيك. أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. طمني، هيك جاي شوي شايفك متهيب الموقف. والله يعني أنا بادرة شجاعة، بادرة شجاعة جاي مشان أصالح أخوي قدام الجمهور كله. نعم، وأنا بشكرك على شجاعتك. الله يخليك، لأنه شايفك هيك متهيب داخل عمهلك. يا سيدي، خلافك مع أخوك إن شاء الله بنقدر نسويه. هلأ رح قلكم شو هو الخلاف. عنده أخوه اسمه وليد، أحمد محمد صالح ووليد محمد صالح. الأخوان كانوا في شركة، ووليد يعني عنده ملء الثقة بأخوه أحمد، وأحمد عنده ملء الثقة بوليد. ولكن وليد ساءت ظروفه الصحية، اضطر أنه يسافر إلى الخارج، يترك الشركة بتسلم أخوه ويروح إلى الخارج يعمل يمكن عملية جراحية أو علاج مش عارف. مهم أنه لما رجع على عمان من السفر ومن الاستشفاء، لقى أنه الشركة خربانة. أبصر أحمد شو عامل، بقى زعل من أحمد، تخانقوا، صار في قطيعة عمرها سنتين. ترك وليد، ترك الأردن وإجا على مصر وتزوج من ست مصرية وعايش هو وياها. إنما أحمد حاز بقلبه القصة، بده يرجع أخوه ويرجع العلاقة مع أخوه، مش هيك أحمد؟ صح. خبرني أنت بغياب أخوك شو اللي صار؟ والله يعني مبدئياً بدي أحكي إشي. أخوي هو مقام أبوي، هو اللي رباني. والدي رحمة الله عليه يعني مات وأنا بسن 13 سنة، وأخوي من بعدها يعني هو مكان أبوي، لأنه كانت وصية أبوي لأخوي قدام عيني حكى له: يا وليد دير بالك على أحمد وعلى أمك. قديش بيكبرك وليد عفوا؟ 15 سنة. أوف، أكبر منك 15 سنة. أكيد. شاءت الظروف أنه يعني أنا انحطيت بشغل أخوي هو اللي علمني إياه. شو الشغل؟ تسويق، دعاية وإعلان لوكالات مطاعم وكافي شوب. نعم. وكانت القصة بالأردن من شي سنتين، كان أخوي يعني هو اللي علمني التسويق وهو اللي أوكي. بعد هيك يعني أنا حصل ظرف طارئ لأخوي، وحصل حادث سيارة مؤلم. كنت أنا شايل الشغل كله بغيابه يعني. نعم. طبعا أكيد حضرتك بتعرف أنه بالأردن الجو الشتاء، من شي سنتين صارت عاصفة ثلجية بالأردن. كان صعب أنه الواحد ينزل. كان الثلج بيوصل للركب. نعم. كان عندنا شباب، شي 40 شاب بالشركة. بالمكتب بالشركة. كان هو يعني هو مؤسس الشباب. نعم. وهو اللي دربني على الشغل بغيابه. شو بغيابه صار الحادث، وكان اللي كان صار معه الحادث وسافر للخارج، وأنا ما قصرت معه. وين راح تعالج؟ سافر على لبنان. على لبنان. تعالج بلبنان. تعالج بلبنان. طيب قديش بقي بلبنان؟ تمام. يعني هو ركب سبع مسامير. نعم. بمفصل الركبة. نعم. وشريحتين، كانت عملية يعني كتير صعبة. صعبة. نعم. ما كان في حدا يشيل الشغل بغيابه. وأنا ما كانت الخبرة كافية. طيب ليش لامك هو؟ وين الملامة؟ الملامة إنه هو لما رجع ما لقى ولا شاب من اللي هو مدربهم على التسويق موجود بالشركة. ليه؟ كانت الظروف عوامل جوية، شتاء. طيب الشتاء صعبة، أسبوع أسبوعين وبعدين بروح التلج.
المشكلة إنه الشباب نفسيتها يعني واحد متعود إنه هو على مبيعات معينة بيساوي. طب نضيع المشاهدين، يعني قصدك تقول إنه الموظفين اللي كانوا بالشركة تركوا الشغل مشان تأثير وليد عليهم كان أقوى من تأثيري. نعم نعم أوكي، بس هو لامك بإيه؟ شو كانت ملامته إلك؟ هو لما رجع وشاف الأمر يعني جاله ذهول، يعني شباب هو مدربهم سنة كامل مشيوا تركوا الشغل. هل بسببك؟ حكالي أنت السبب معاملتك إلهم؟ والله أنا كنت بتعامل معهم يعني التعامل الطبيعي ما بين قائد فريق وشغله. صار في خسائر بالشركة؟ أكيد صار في خسائر يعني مادية؟ أكيد. كم أكيد. تقريبا؟ يعني خسرنا شي 1,800,000. يعني تقريبا حوالي 300,000 دولار. يعني إجا وليد دار عراق بيني وبينه. صار عراق؟ صار عراق. عراق بالأيدي؟ لا كان عراق باللفظ، ويعني طولنا على بعض باللفظ. باللفظ إيه، وأنا بتأسف له يعني. أنا ما بقصد إنه أنا أزعل معه، ما بقصد إنه أنا أقصر بحقه، يعني هو ما كان والدي. هو والدي اللي أمي خلفته. الوالدة عايشة بعدها؟ الوالدة الله يحييها عايشة معها. عايشة ومع مين ساكنة؟ هون بمصر، والدتي مصرية. مع أخوك؟ بنروح بنزورها، يعني هي مع أخويا وليد. مع وليد؟ مع وليد. مع وليد طبعا. طيب هذا الخلاف أدى إلى ماذا؟ هذا الخلاف مين زعل من الثاني؟ مين زعل من الثاني؟ زعل معي. أهنته أنت؟ ما كان قصدي. طولت عليه؟ حصل. بس ما وصلتوا للأيادي؟ لا ما وصلنا للأيادي. ما وصلت. لأنه أنا بالنهاية عارف إنه القصة كلها طيب قصة مصاري وقصة شغل. أوكي أحمد، هلأ بهالسنتين ما صار في تواصل؟ الوالدي ما حاولت تجمعكم؟ كل الأخبار اتقطعت. أنا كنت لحالي بالشركة، إحنا اتنين كنا شركاء بالشركة. هو ترك الشركة ماشي بالشركة وراح بمصر، هون سوى شركة وترك الجمل بما حمل. الشركة بعدها مستمرة؟ شركتكم بعمان؟ بالأردن مستمر. أنت عم بتمشيها ودايرها وكل شيء؟ كل شيء. ووضعها كيف تحسن؟ والله يعني الظروف الاقتصادية برضو يعني ايه؟ مش لطيفة بالأردن. بس ما يعني رجعت مثل الأول الشركة يعني؟ ما لا ما رجعت. لا لأنه كان وليد هو المدير يعني كان هو. طيب هلأ أني شو بتتوقع من وليد يعني بس يشوفك هيك شو ردة فعله راح تكون؟ بتوقع أنه مش هيرضى يسامحني. أزيته هالقد؟ أنا ما أزيته، ما كان قصدي أزيه. بس هو صعبان عليه إنه هو أخوك الكبير طولت عليه. أخوي الكبير يعني تجوز. قلوا فضل عليك هون. تجوز ما قلوا الزمان وخلف وأنا ما شفت ابنه وما حضرت عرسه. ما حضرته. فإذا زعلان منك كتير وأنا جاي هون مشان أصالحه. إن شاء الله نقدر نتمم هذه الصلحة. نحن أرسلنا الدعوة لوليد نشوفها سوا. أهلا أستاذ جورج، إحنا دلوقتي افترينا لأستاذ وليد صالح عشان نسلمه دعوة الحضور. مساء النور. حضرتك استاذ وليد صالح؟ ايوه. 40 سنه مظبوط؟ مظبوط. انا اسماء سعيد من برنامج جورج كارداني. اهلا وسهلا. استاذ جورج كارداني؟ ايوه فندم. تمام ممرين. جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. دعوه لحضور برنامج استاذ جورج؟ ايوه. انا؟ ايوه فندم. عرفتوني منين؟ كل بيانات حضرتك عند فريق الاعداد وهو يكلمك ويتفق معاك على كل حاجه. ده عن جد انا راح اقابل مستر جورج كارداني؟ ايوه هتيجي بنفسك وتشوفه في الاستوديو. جريت اوكي ميرسي. اوكي قبلت الدعوه؟ بتاعه شكرا استاذ جورج. استاذ وليد قبل الدعوه وجاي ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. بعد التجربة الخلافات بين الإخوة والأشقاء بتبقى كتير صعبة. معنا شقيقين اليوم بدنا نجرب نصالحهم. معنا أحمد إجا من الأردن بده يصالح شقيقه وليد
كان في شركة بين بعضهم بعمان. وليد هو الابن الأخ الأكبر، بيكبر أحمد 15 سنة تقريبا كأنه رباه، ولكن صار في خلاف لأنه وليد تعرض لحادث، راح على لبنان عمل عملية جراحية وكذا، سلم الشركة لأخو أحمد، رجع لقى الشركة تقريبا خرباني، يعني موظفين تركوا، في ديون على الشركة، في خسارة تساوي تقريبا 300,000 دولار. بقى زعلوا، تناوشوا مع بعض، في مشادة كلامية حصلت. يمكن أنا بشك أنه يكون أحمد أسيلخ أخوه أو شتمه وجرحه، لذلك وليد ترك له الشركة وترك عمان وإجا على مصر وتزوج بمصر. إلهم سنتين في قطيعة بين بعض، بدنا نحاول نحن نجرب نرجع القلبين إلى بعضهم، الأخوين ما في غيرهم، أمهم بعد عايشة، الأب توفي من زمان. إذا وليد صار معنا بالستوديو، بدنا نحيي وليد. أهلا وسهلا بالكامل أناقتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيفك وليد؟ كيفك حبيبي؟ تمام الحمد لله، تمام ما شاء الله عليك، تفضل بكامل أناقة ما شاء الله عليك. بعد ما عندك الله يخليك، تسلم أراسي. تسلم وليد، كيفك حبيبي؟ أنا نار الحمد لله. نار إن شاء الله دائما نار دايما. برافو عليك، الله يعزك يا رب عليك. تسلم. أنت لك فترة قاعد بالقاهرة وتزوجت؟ تزوجت وعندي عبد الله إن شاء الله. عبد الله، سميت عبد الله ما شاء الله. ما شاء الله يعني. إن شاء الله يعيش بدلالك وبيعز بيعزك. الله يعزك. الله يخليك يا وليد. شو عم تشتغل حبيبي؟ أنا مدير لشركة دعاية وإعلان وماركتينج. هذه أنت مجالك هذا؟ يا كيف؟ طمني. نار الحمد لله، كل شغل كويس كان. مصر ما شاء الله. اي طبعا مصر اعلام فيلد لكل شيء. صحيح صحيح، شعب راقي. اي ما في شك. اللي شغلي شغلك هون افضل من عمان والله، الدعايه والاعلام وين مكان حتى تشجعنا مصر. بركي بنعمل شيء هون تشرف على راسي 100 هلا. تسلم. افضل مصر، افضل دوله بالعالم تعمل فيها بزنس. اها والله رائع. برافو. افضل دوله بالعالم المصري، اذا بتضحك بوجهه بتشلع على كل اواعي. هم اطيب شعب، هني معروفين حبايب، هني ما بقول لك مصر سكره سكره. ليه؟ لانه شعب مصري. شرف لي من المصريين. يا سيدي اهلا وسهلا فيك، على راسي. انت شرفتنا بهالبرنامج. شرف لي اني شرفت فيك. شفتوا عم بتشوف المسامح كريم؟ المسامح كريم طبعا، كل المتابعين لك عم تشوفه. لانه سالت للساعية البريد، قلت لها شو بده مني الاستاذ جورج، مانك عارف. بس مبسوط اني شرفت فيك حبيبي، الله يخليك. وانتم حبايبي بالاردن كمان، انت عم تحكي عن مصر بس انتم الاردنيين كمان حبايب قلبنا، كلنا وطن واحد، وطن واحد نحن. وعرف ليك حبيب قلبي، نحن انا دعوتك لانه بتعرف انت بالمسامح كريم بيكون في شخص اخر هو اللي داعي. أنا في شخص متزاعل معه. إيه. مين؟ أنت بتزعل مع حدا؟ أنا ما في حدا بيزعل مني، ولا بزعل من حدا. ولا بتزعل من حدا. ما في بالدنيا شيء بيسهل الزعل أصلاً. برافو عليك، برافو عليك، مبين من بشاشة وجهك. يسلم. والله لما شفتك أنا، لما شفت ساعد بريد عم تعطيك الرسالة هلا عم شوفها، عرفتك. حبيبنا. عرفتك، يعني حبيبنا. أنت شاب قلبك على كفك. نار. وإن شاء الله دائما نار. ضل بصحتك يا حبيبي. تعرضت لحادث أنت بالأردن وروحت إجرك، رحت سويتها بلبنان. كنت قدير الله وتفقيد الله. الحمد لله مشي الحال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بدي أحكي لك، الدكتور كان عنده 80%، إنه ما بقدر أمشي على رجلي كمان مرة. الدكتور اللي بالأردن. اللي عمل لي العملية. اللي بلبنان. بالأردن. بالأردن إيه. ما كنتش مصدق إنه راح أمشي على رجلي كمان مرة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله. بعد الحادث الجوازة. الله عندي عبد الله الحمد لله. الله يخلي لك يا حبيبي، وان شاء الله تجيب له اخوان واخوات. يسلم. يا ابو عبد الله. الله يعزك. بدك تعرف مين دعاك؟ يا ريت يا ريت تطلع بهالشاشة. اوف شو جابنا هون؟ احمد سنتين فاكر انت؟ يا زلمة على الهوا بدك تصالحني؟ اوف سنتين ما شفت ابن اخوك، الله ينعل طريقك. ابو عبد الله صدمة. حرام حرام حرام. بس بينفعش بالمرة حبيبي، بدي ولا يمكن. بدي اقول لك شغلة، بدي اقول لك شغلة، انت يا صاحب القلب الكبير، انت دخلت وجهك بشوش هيك، بدي يرجع وجهك بشوش مثل ما دخلت. اسمع، بعت لك رسالة، هيدا أحمد أخوك الصغير اللي أنت ربيته. أحمد بيقول لك أخي الكبير
حبيبي، يقولون في مصر مصارين البطن بتتعارك، لكن مهما جرى بيننا سنظل أنت أخي الكبير الذي وقف بجانبي كثيرا، أخي الذي أحبه أكثر من نفسي. لم يكن أي خلاف بيننا يستحق أن أثور أو أن أقسو عليك في الكلام، وهو خطأ لا أبحث عن مبرر له، فحتى ضغط العمل وخسارة المال لا يبررانه. غيابنا أتعبني وندمت عليه كل يوم، وحين عرفت أنك رزقت بعبد الله وأنا لست بجوارك بكيت من فرحتي لك ومن غضبي من نفسي. أنا خجلان من أن أرفع وجهي في وجهك بعد غلطتي في حقك، لكن شوقي لك جعلني أقف هنا اليوم أمام ملايين الناس يا أبو عبد الله لأعتذر منك، ليعرف الجميع كم أنت أخ رائع لا أساوي من دونه شيء. أبو عبد الله أنا آسف، سامحني، ولنعد إخوان أشقاء، والمسامح كريم. إذا بمحلي لا يمكن. ما no way. ما هو يا زلمة الهواء لما بتيجي من قريب مليار مرة وظلم ذوي القربة مش هيك أشد مضادة على المرء ولا من وقع الحسام المهندي. يا أبو عبد الله سنتين بس أنا عرفت شو الخلاف، إنما أنت ما كنت متسامح شوي معه للشاب لأنه ما أخذت بعين الاعتبار قلة خبرته. أنت تركت له الشركة ورحت وجيت لقيت الدنيا خرباني، مظبوط أم لا؟ هذا هو، جيت لقيت الدنيا خرباني وأنت رجل انفعالي بأطار عقلك وصوابك، وليش وصلنا لهون؟ هلا هو اعترف، هو قال لي عم بيقول لي أنا ما كانش عندي خبرة، أنا أخوي حملني حمل كبير كان هو حامل. أسألك سؤال سيد جار. تفضل حبيبي. في مثل عربي بيحكي نعم، لا بارك الله بأمة لا يوقر صغيرها كبيرها، مظبوط؟ مظبوط. هذا هو المصاري ولا شيء، ما شاء الله ولا شيء، صحيح عم نخسر بنكسب، هيك الدنيا، هيك الدنيا، مرة كسبان ومرة خسران. المصاري ما كانت عليه شيء، صحيح. لما ضلعك بيكسر فيك إيش بقاسي أبو عبد الله، اللي شغلي بيكسر بعظمك حبيبي أبو عبد الله، اللي شغلي أنت شو مأخذك؟ زلمة راسي بتغلي، شو مأخذك؟ أقسم بالله راسي بتغلي. شو مأخذك عليه؟ أنت شو مأخذك عليه اليوم؟ هيدي فرصة، إجا صبي من عمان وجاي خصوصي وزعلان إنك ما عزمته على عرسك، وإنه كيف ما بيتجوز أخوي الوحيد وما بيعزمني على عرسه. هذا اللي رباني. بده عزومي هو ما شاء الله لي. ولا يمكن. كيف بده يعرف إنك بتتجوز؟ ولا يمكن. بيسمع أخباري. بيسمع أخباري. أكيد إلا بيسمع. طيب بركي بركي إجا لهون. زي ما جابني هون ليش ما جانيش على الدار؟ ليش حاول 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 مع أمك، قال لي حاول. أنت قل لي شغلي، أنت شو مأخذك عليه؟ بدنا نحل المشكلة، هذه مشكلة بدها تنحل. هذا الولد ربيته علمته وعلمه بزنس، بده ينفع حاله، بده يكون صاحب بزنس، بده يكون ناجح بحياته، بيعلي صوته بيطول علي يا زلمة. لا هذه لا، أنا قلنا له إحنا عرب. لا مش بس عرب، بالدنيا كلها. أنت زي أبوه، أنت ربيته، طاول عليك بس انه ما صار. لو ابنك طول صوته عليك شو بتساوي؟ ايه بس بريك بحسبه من حياتي؟ انا بحذف جسمي من حياتي اذا بيطاول عليك. ما في ما في، اعذرني اعذرني. وين النشامه؟ النشامه موجوده. النشامه بالاردن وين؟ هيك النشامه بيعملوه؟ في امور ما فيها ما فيها في ما بتتحملهاش اذا صحيح. بس مش قلبه بيتحمل ولا عقله بيتحمل. يا ابو عبد الله هلا ما شاء الله عليك، انت جيت على مصر وبنيت حالك وعملت أسس شركة، والله ما عندك حاسس من أنا حاسس فيها. وعندك عبد الله، سامحك الله يا زلمة، سامحك الله يا زلمة. هلا أنت حاسس متضايق؟ متضايق؟ لا مش متضايق، مولع نار. أنا زلمة أنا نار، أنا من جواتي نار قايدة. طيب روح بدنا نروح، بعين الله بدنا نروح، مش قادر بدنا نروح شوي. بتقلك ليش؟ لأنه كل هالدنيا ما بتستاهل يا أبو عبد الله. هلا أنت عندك عبد الله ده صار عمره اسم الله ان شاء الله لي 4 شهور صار زلمي هسه. 4 شهور صار زلمي والله عن جد صار زلمي. نحن هيدي الدنيا، دنيا هيك دنيا هيك، يا ما في مشاكل اصعب من هيك واكثر من هيك، بس هل بيستحق الواحد يخسر دمه ولحمه عشان خلافات تافهه بسيطه رفع صوته فيه؟ طيب ازعل شهر
زعل شهرين منه، زعل سنه، بتهجم مني، بتهجم علي، زعل ومدق فيك الزلمه. شو ضربك؟ اه يا زلمه كان ناقص يضربني كمان ما شاء الله. يا سيدي في اخوان والله، في اخ اجى معنا مقوص اخوه وتصالحوا، مقوصوا ضربوا بالرصاص والله ايه وتصالحوا. وانت شو انه علا صوته؟ طب هذا مش اخوي، ما انت سيد جورج. انا بدي اقول لك شيء، مش اخوي هذا تربيتي وليد، بدي اقول لك شيء، لانك ربيته انت تربيتي. تربيتك غلط بقى، انت مسؤول زي ابوه. انت كان عمرك 15 سنه لما ولد هو، بقى انت اكبر منه ب 15 سنه. بدي اعلمه قصاوه الحياه، تربيتك طلعت غلط اول ما اتعلم، لانه مشاكر فيه انا. هي حرزاني بالكاب. يلا خلينا نحكي، تفضل يا استاذ احمد، حضرتك شرفت لهون ما شاء الله عليه، ليك شبوبيته مثل مسين السينما، الله يخليه. تفضل ونعم، الله يحلى ايامه. احمد احكي نعم. لاخوك قل له اللي بدك تقوله من قلبك، هيدا الزلمه قلبه طيب وهيدا قلبه كبير، هيدا اخوك رباك مثل ابوك، بقى تفضل احكي له. انا بدي احكي له شغله. اول شيء انا اسف، ثاني شيء يعني انا ما كان قصدي خساره لك، ما كان قصدي انه اقاطعك. الله بيعلم قديش انا تعبت مشان اجي هون البرنامج اقابل مستر جورج مشان اصالحك قدام الناس كلها يعني. بس انا بلوم نفسي عشي يعني، شو عذرك؟ انا بدي افهم شو عذرك. والدي رحمة الله عليه لما توفى كنت انا وياك، وروحه بتطلع بحكي لك دير بالك على احمد ودير بالك على امك. صار ولا ما صار؟ كانت الخسارة مصاري، فضلات ايدين يعني. كيف ابكي والدموع تزول، كيف اشكي والمشتكى مسؤول، لا اشكي منك الا اليك، فانت ابي الذي حملته امي، وهذا امر لا يحول. انت والدي، ليش ما تخليني اشوف ابنك؟ ليش ما تخليني افرح بفرحك؟ شو سويت لك انا؟ تعرف قد ايش انا بحترمك وقد ايش انا بحبك، قد ايش انت غالي عندي. بحكي لك يعني انا اسف، سامحني قدام كل الناس، كل الناس سامحني. اذا سامحتك ما بتسامح حالك، اذا زلمه ما بتسامح حالك. ليش ما بتسامح حالي؟ لسه ما عندكش اولاد انت عشان تعرف. ما انا ما شفتش ابنك، ما فرحتش بيه. انسى، انا جايبني اتفرج علي الناس والعالم. لا جاي مشان احكي لك اسف. جاي يفرجي الناس. أوف. جاي يفرجي الناس. كبر. كبر 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 قلبك، مش جاي يفرجي الناس عليك، جاي يفرجي الناس كبر قلبك. انا بترجاك تسامحني، احكيني انا سامحتك، بس بديش اشي تاني، انا بديش اشي تاني. بصر يا ريتني الله تنسمح. استغفر الله العظيم. انا خلص، انا عملت اللي علي، القصه ما بتستاهل لك. ما تواخذني، تعذبت وسقت فينا وجيت لهون، ما تواخذني، يمكن انا خيبت لك املك، معلش. يا ابو عبد الله انا بتشكرك على ثقتك، بتشكرك على محبتك، محبتك إلي انك جيت هيك من دون ما تعرف شو. وما كان بودي، ما كان بودي انا انه فاجئك هالمفاجاه. هو البرنامج هيك يعني، بيبقى في خلافات اكبر من هيك بكتير والناس بتسامح. انا بس بعطيك خمس ثواني، فكر بينك وبين ضميرك، حط عبد الله قدامك، فكر هالولد هالشاب موجود هون، بدك تسامحه، بتقول سامحته، بتقوم بتغمروا بعدكم، تفتحوا صفحه جديده، نفتحكم هالستار. فكر وما خمس ثواني.
مسامح كريم. سمحت؟ سامحته؟ الله يسامحك. يا والله انك صلب انك صلب وانك قلبك كبير والله ما بتستاهل القصه وراح تشوف قديش راح ترتاح هلا يا ابو عبد الله اكون بحضنك حبيبي يا عبد الله تسلم يا احمد الله يخليك الله يخليك لبعض الله يخليكم لبعض ما بدي بقى تتركوا بعض خلص خذوا هلا لعند عبد الله ها ولعند الوالده يلا الله معكم الله معكم بالتوفيق شكرا حبيبي شكرا على سيادتك شكرا يلا مع السلامه ما في بني ادم بيكون قلبه حجر اوعى تصدقوا لابد ما انه بلحظه من اللحظات يلين شفتوا شو صار مع ابو عبد الله الى اللقاء مع قصص جديده والمسامح يا ابو وانا ما كانت الخبره كافيه طيب ليش لامك هو وين الملامه الملامه انه هو لما رجع ما لقى ولا شاب من اللي هو مدربهم على التسويق موجود بالشركه ليه كانت الظروف عوامل جوية شتاء طيب الشتاء ظروف صعبة أسبوع أسبوعين وبعدين بيروح التلج المشكلة إنه الشباب نفسيتها يعني واحد متعود إنه هو على مبيعات معينة لحظة تمنضيع نضيع المشاهدين يعني قصدك تقول إنه الموظفين اللي كانوا بالشركة تركوا الشغل مشان تأثير الشغل. وليد عليهم كان أقوى من تأثيري نعم أوكي بس هو لامك بإيه شو كانت ملامته إلك؟ هو لما رجع وشاف الأمر يعني جاله ذهول يعني شباب هو مدربهم سنة كامل مشيوا تركوا الشغل هل بسببك؟ حكالي أنت السبب معاملتك إلهم؟ والله أنا كنت بتعامل معهم يعني التعامل الطبيعي ما بين قائد فريق وشغله صار في خسائر بالشركة؟ أكيد صار في خسائر يعني مادية؟ أكيد كم أكيد. تقريبا؟ يعني خسرنا شي 1,800,000 يعني تقريبا حوالي 300,000 دولار يعني اجى وليد صار عراق بيني وبينه صار عراق عراق بالايدي لا كان عراق باللفظ ويعني طولنا على بعض باللفظ ايه وانا بتاسف له يعني انا ما بقصد انه انا ازعل معه ما بقصد انه انا اقصر بحقه يعني هو ما كان والدي هو والدي اللي أمي خلفته الوالدة عايشة بعدها؟ الوالدة الله يحييها عايشة عايشة ومع مين ساكنة؟ هون بمصر والدتي مصرية مع أخوك؟ بنروح بنزورها يعني هي مع أخويا وليد مع وليد طبعا طيب هذا الخلاف أدى إلى ماذا؟ هذا الخلاف مين زعل من الثاني؟ زعل معي أهنته أنت؟ ما كان قصدي يعني. ما كان قصدي طولت عليه؟ حصل بس ما وصلت للأيادي لا ما وصلنا للأيادي ما وصلت لأنه أنا بالنهاية عارف أنه القصة كلها طيب قصة مصاري وقصة شغل أوكي أحمد هلأ بهالسنتين ما صار في تواصل الوالدة ما حاولت تجمعكم كل الأخبار اتقطعت أنا كنت لحالي بالشركة إحنا اثنين كنا شركاء بالشركة هو ترك الشركة ماشي بالشركة وراح بمصر هون سوى شركة وترك الجمل بما حمل الشركة بعدها مستمرة شركتكم بعمان بالأردن مستمر. أنت عم بتمشيها ودايرها وكل شيء كل شيء ووضعها كيف تحسن
والله يعني الظروف الاقتصاديه برضو يعني ايه مش لطيفه بالاردن. بس ما رجعت يعني مثل الاول الشركه يعني؟ ما لا, لا ما رجعت. لا لانه كان وليد هو المدير يعني كان هو. طيب هلا يعني شو بتتوقع من وليد يعني بس يشوفك هيك شو ردة فعله راح تكون؟ بتوقع انه مش هيرضى يسامحني. أذيته هالقد؟ انا ما أذيته, انا ما أذيته, ما كان قصدي أذيه. بس هو صعبان عليه انه هو اخوك الكبير طولت عليه. اخوي الكبير يعني اتجوز وفضل عليك هون. اتجوز ما له زمان وخلف وانا ما شفت ابنه وما حضرت عرسه. ما حضرته. فاذا زعلان منك كثير. وانا جاي هون مشان اصالحه. ان شاء الله نقدر نتمم هذه الصلحه. نحن ارسلنا الدعوه لوليد بنشوفها سوا. اهلا استاذ جورج, احنا دلوقتي في طريقنا لاستاذ وليد صالح عشان نسلمه دعوه الحضور. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ وليد صالح؟ ايوه. 40 سنه مظبوط؟ مظبوط. انا اسماء سعيد. كمان مره الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله. بعد حادثه الجوازه هلا عندي عبد الله الحمد لله. الله يخلي لك يا حبيبي وان شاء الله تجيب له اخوان واخوات. يسلمك يا ابو عبد الله. الله يعزك. بدك تعرف مين دعاك؟ يا ريت يا ريت كنت تطلع بهالشاشه. اوف شو جابنا هون؟ أحمد سنتين فاكر أنت؟ يا زلمة على الهوا بدك تصالحني؟ أوف سنتين ما شفت ابن أخوك الله ينعل طريقك. أبو عبد الله صدمة. حرام حرام حرام. بس بالباش. بالمرة حبيبي بدي ولا يمكن. بدي أقول لك شغلة, بدي اقول لك شغله, انت يا صاحب القلب الكبير انت دخلت وجهك بشوش هيك بدي يرجع وجهك بشوش مثل ما دخلت. اسمع بعت لك رساله. هيدا احمد اخوك الصغير اللي انت ربيته. احمد بيقول لك اخي الكبير حبيبي يقولون في مصر مصارين البطن بتتعارك لكن مهما جرى بيننا سنظل انت اخي الكبير الذي وقف بجانبي كثيرا, أخي الذي أحبه أكثر من نفسي. لم يكن أي خلاف بيننا يستحق أن أثور أو أن أقسو عليك في الكلام وهو خطأ لا أبحث عن مبرر له, فحتى ضغط العمل وخسارة المال لا يبررانه. غيابنا أتعبني وندمت عليه كل يوم, وحين عرفت أنك رزقت بعبد الله وأنا لست بجوارك بكيت من فرحتي لك ومن غضبي من نفسي. أنا خجلان من أن أرفع وجهي في وجهك بعد غلطتي في حقك, لكن شوقي لك جعلني أقف هنا اليوم أمام ملايين الناس يا أبو عبد الله لأعتذر منك, ليعرف الجميع كم أنت أخ رائع لا أساوي من دونه شيء. أبو عبد الله أنا آسف, سامحني ولنعد إخوان أشقاء والمسامح كريم. إذا بمحلي لا يمكن. ما no way. ما هو يا زلمة الهواء لما بتيجي من قريب مليار مرة أقصى. وظلم ذوي القربة مش هيك أشد مضادة على المرء ولا يمكن. من وقع الحسام ولا المهندي يمكن. سنتين. يا أبو عبد الله سنتين بس أنا عرفت شو الخلاف. إنما أنت ما كنت متسامح شوي معه للشاب لأنه ما أخذت بعين الاعتبار قلة خبرته. أنت تركت له الشركة ورحت وجيت لقيت الدنيا خربانة. مظبوط أم لا؟ هذا هو. جيت لقيت الدنيا خربانة وأنت رجل انفعالي بقى طار عقلك وصوابك وليش وصلنا لهون؟ هلا هو اعترف, هو قال لي عم بيقول لي أنا ما كانش عندي خبرة, أنا أخوي حملني حمل كبير كان هو حامل. أسألك سؤال سيد جوار. تفضل حبيبي.
في مثل عربي بيحكي نعم لا بارك الله بأمة لا يوقر صغيرها كبيرها. مظبوط؟ مظبوط. هذا هو المصاري ولا شيء. ما شاء الله ولا شيء. صحيح. عم نخسر بنكسب. هيك الدنيا. هيك الدنيا. مرة كسبان ومرة خسران. المصاري ما كانت عليك شيء. صحيح. لما ضلعك بكسر فيك إيش بقاسي. أبو عبد الله. اللي شغلي. بكسر بعظمك. حبيبي أبو عبد الله اللي شغلي. انت شو ماخذك زلم راسي بتغلي شو ماخذك اقسم بالله راسي بتغلي شو ماخذك عليه انت شو ماخذك عليه اليوم هيدي فرصه اجى صبي من عمان وجاي خصوصي وزعلان انك ما عزمته على عرسك وانه كيف ما بيتجوز اخوي الوحيد وما بيعزمني على عرسه هذا اللي رباني بده عزومي هو ما شاء الله ولا يمكن كيف بده يعرف انك بتتجوز ولا يمكن بسمع اخباري بسمع اخباري اكيد الا بيسمع طيب بركي اجى زي ما جابني هون ليش ما جانيش على الدار حاول, حاول 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 مع امك قال لي حاول انت قل لي شغلي انت شو ماخذك علي بدنا نحل المشكله هذه مشكله بدها تنحل هذا الولد ربيته علمته وعلمه بزنس بده ينفع حاله بده ايه؟ يكون صاحب بزنس بده يكون ناجح بحياته بيعلي صوته بيطول علي يا زلمه لا هذه لا انا قلنا له احنا عرب لا مش بس عرب بالدنيا كلها انت زي ابوه انت ربيته طاول عليك بس انه ما صار لو ابنك طول صوته عليك شو بتساوي؟ ايه بس بريك بحسبه من حياتي؟ انا بحذف جسمي من حياتي اذا بتطول عليك ما في ما في اعذرني اعذرني وين النشامه؟ النشامه موجوده النشامه بالاردن وين؟ هيك النشامه بيعملوا في امور ما فيها ما فيها في ما بتتحملهاش اذا صحيح بس مش قلبي بيتحمل ولا عقلي بيتحمل يا ابو عبد الله هلا ما شاء الله عليك انت جيت على مصر وبنيت حالك وعملت أساس شركي والله ما أحد حاسس بالله أنا حاسس فيها وعندك صح. عبد الله سامحك الله يا زلمة سامحك الله يا زلمة هلأ أنت حاسس متضايق متضايق لا مش متضايق مولع نار أنا زلمة أنا نار أنا من جواتي نار قايدة طيب روح بدنا نروح بيعين الله بدنا نروح مش قادر بدنا نروح شوي تقلك ليش لأنه كل هالدنيا ما بتستاهل يا أبو عبد الله هلأ أنت عندك عبد الله ده صار عمره اسم الله ما شاء الله لي أربع شهور صار زلمي هسه أربع شهور صار زلمي والله عن جد صار زلمي نحن هيدي الدنيا هيك دنيا هيك يا ما في مشاكل أصعب من هيك وأكثر من هيك بس هل بيستحق الواحد يخسر دمه ولحمه عشان سكلفات تافهة بسيطة رفع صوته فيه طيب زعل شهر زعل شهرين منه زعل سنة بتهجم مني بتهجم علي زعل وما دق فيك الزلمة شو ضربك لا يا زلمة كان ناقص يضربني كمان ما شاء الله يا سيدي في إخوان والله في أخ جمعنا مقوص أخوه وتصالحوا مقوصوا ضربوا بالرصاص والله ايه وتصالحوا وأنت شو إنه علّى صوته طب هذا مش أخوي ما أنت سيد جورج أنا بدي أقول لك شيء مش أخوي هذا تربيتي وليد بدي أقول لك شيء لأنك ربيته أنت تربيتي تربيتك غلط تربيتك غلط تربيتك غلط بقى أنت مسؤول زي أبوه أنا اللي فاشل أنت كان عمرك 15 سنة لما ولد هو بقى أنت أكبر منه ب 15 سنة بدي أعلمه قصاوة الحياة تربيتك طلعت غلط أول ما أتعلم لأنه مشاكل فيه أنا هي حرزاني بالكاب يلا خلينا نحكي تفضل يا أستاذ أحمد حضرتك شرفت لهون ما شاء الله عليه ليك شبوبيته مثل مسين السينما الله يخليه تفضل ونعمة الله يحلى أيامه أحمد احكي لأخوك قل له اللي بدك تقوله من قلبك هيدا الزلمة قلبه طيب وهيدا قلبه كبير هيدا أخوك رباك مثل أبوك بقى تفضل احكي له أنا بدي احكي له شغلة أول شيء أنا آسف ثاني شيء يعني أنا ما كان قصدي خسارة إلك ما كان قصدي إنه أقاطعك الله بيعلم قديش أنا تعبت مشان أجي هون البرنامج أقابل مستر جورج مشان أصالحك قدام الناس كلها يعني بس أنا بلوم نفسي عشي يعني شو عذرك أنا بدي أفهم شو عذرك؟ والدي رحمة الله عليه لما توفى كنت أنا وياك وروحه بتطلع بحكي لك دير بالك على أحمد ودير بالك على أمك صار ولا ما صار؟ كانت الخسارة مصاري
فضلات ايدين يعني. كيف ابكي والدموع تزول، كيف اشكي والمشتكى مسؤول، لا اشكي منك الا اليك، فانت ابي الذي حملته امي وهذا امر لا يحول. انت والدي، ليش ما تخليني اشوف ابنك؟ ليش ما تخليني افرح بفرحك؟ شو سويت لك انا؟ تعرف قد ايش انا بحترمك وقد ايش انا بحبك، قد ايش انت غالي عندي. بحكي لك يعني. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قال احد شعراء: اقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل، لم أبكي من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول، ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويل. القصة اللي معنا اليوم هي من الأردن، خلاف بين أخوين، خلاف على شركة، على أمور تجارية، رح منشوف كل تفاصيلها، ولكن أولاً مستقبل صاحب المبادرة اللي بده يصالح، يعني مستقبل أحمد محمد صالح. أهلا أحمد. أهلا وسهلا حبيبي، تفضل. أهلا وسهلا بأحمد. أهلا وسهلا فيك. أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. طمني، هيك جاي شوي شايفك متهيب الموقف. والله يعني أنا بادرة شجاعة، بادرة شجاعة جاي مشان أصالح أخوي قدام الجمهور كله. نعم، وأنا بشكرك على شجاعتك. الله يخليك، لأنه شايفك هيك متهيب داخل عمهلك. يا سيدي، خلافك مع أخوك إن شاء الله بنقدر نسويه. هلأ رح لكم شو هو الخلاف. عنده أخوه اسمه وليد، أحمد محمد صالح ووليد محمد صالح. الأخوان كانوا في شركة، ووليد يعني عنده ملء الثقة بأخوه أحمد، وأحمد عنده ملء الثقة بوليد، ولكن وليد ساءت ظروفه الصحية، اضطر أنه يسافر إلى الخارج، يترك الشركة بتسلم أخوه ويروح إلى الخارج يعمل يمكن عملية جراحية أو علاج مش عارف. مهم أنه لما رجع على عمان من السفر ومن الاستشفاء، لقى أنه الشركة خربانة. أبصر أحمد شو عامل، بقى زعل من أحمد، اتخانقوا، صار في قطيعة عمرها سنتين. ترك وليد، ترك الأردن وإجا على مصر وتزوج من ست مصرية وعايش هو وياها. إنما أحمد حازي بقلبه القصة، بده يرجع أخوه ويرجع العلاقة مع أخوه، مش هيك أحمد؟ صح. خبرني أنت بغياب أخوك شو اللي صار؟ والله يعني مبدئيا بدي أحكي إشي. أخوي هو مقام أبوي، هو اللي رباني. والدي رحمة الله عليه يعني مات وأنا بسن 13 سنة، وأخوي من بعدها يعني هو مكان أبوي، لأنه كانت وصية أبوي لأخوي قدام عيني حكى له: يا وليد دير بالك على أحمد وعائمك. قديش بيكبرك وليد؟ عفوا. 15 سنة. أوف، أكبر منك 15 سنة. أكيد. شاءت الظروف أنه يعني أنا انحطيت بشغل أخوي هو اللي علمني إياه. شو الشغل؟ تسويق، دعاية وإعلان لوكالات مطاعم وكافي شوب. نعم. وكانت القصة بالأردن من شي سنتين، كان أخوي يعني هو اللي علمني التسويق وهو أوكي. بعد هيك يعني أنا حصل ظرف طارئ لأخوي، وحصل حادث سيارة مؤلم. آه. كنت أنا شايل الشغل كله بغيابه يعني. نعم. طبعاً أكيد حضرتك بتعرف إنه بالأردن الجو الشتاء، من شي سنتين صارت عاصفة ثلجية بالأردن. كان صعب إنه الواحد ينزل. كان التلج بيوصل للركب. نعم. كان عنا شباب، شي 40 شاب بالشركة. بالمكتب بالشركة. كان هو يعني هو مؤسس الشباب. نعم. وهو اللي دربني على الشغل. بغيابه شو بغيابه صار الحادث.
وكان اللي كان صار معه الحادث وسافر للخارج وانا ما قصرت معه. وين راح تعالج؟ سافر على لبنان. على لبنان تعالج بلبنان؟ تعالج بلبنان. طيب قديش بقي بلبنان؟ تمام. يعني هو ركب سبع مسامير نعم بمفصل الركبة نعم وشريحتين. كانت عملية يعني كتير صعبة. صعبة نعم. ما كان في حدا يشيل الشغل بغير برنامج جورج كرداحي. أهلا أستاذ جورج كرداحي. أيوة فندم. تمام أموري جاي وصل لحضرتك دعوة لحضور البرنامج. دعوة لحضور برنامج أستاذ جورج؟ أيوة. أنا؟ أيوة فندم. عرفتوني منين؟ كل بيانات حضرتك عند فريق الإعداد وهو يكلمك ويتفق معك على كل حاجة. ده عن جد أنا رح أقابل مستر جورج كرداحي؟ أيوة هتيجي بنفسك وتشوفه في الاستوديو. جريت أوكي ميرسي. أوكي قبلت الدعوة؟ بتاعتي شكرا. أستاذ جورج أستاذ وليد قبل الدعوة وجاي إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. بعد التجربة الخلافات بين الإخوة والأشقاء بتبقى كتير صعبة. معنا شقيقين اليوم بدنا نجرب نصالحهم. معنا أحمد إجا من الأردن بده يصالح شقيقه وليد. كان في شركة بين بعضهم بعمان. وليد هو الابن الأخ الأكبر. بيكبر أحمد 15 سنة تقريبا كأنه رباه. ولكن صار في خلاف لأنه وليد تعرض لحادث. راح على لبنان عمل عملية جراحية وكذا. سلم الشركة لأخوه أحمد. رجع لقى الشركة تقريبا خرباني. يعني موظفين تركوا. في ديون على الشركة. في خسارة تساوي تقريبا 300,000 دولار. بقى زعلوا. تناوشوا مع بعض. في مشادة كلامية حصلت. يمكن أنا بشك أنه يكون أحمد أسيلخ أخوه أو شتمه وجرحه. لذلك وليد ترك له الشركة وترك عمان وإجا على مصر وتزوج بمصر. إلهم سنتين في قطيعة بين بعض. بدنا نحاول نحن نجرب نرجع القلبين إلى بعضهم. الأخوين ما في غيرهم. أمهم بعد عايشي. الأب توفي من زمان. إذا وليد صار معنا بالستوديو. بدنا نحيي وليد. أهلا وسهلا بكامل أناقتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك وليد؟ كيفك حبيبي؟ تمام الحمد لله. ما شاء الله عليك. تفضل بكامل أناقة. ما شاء الله عليك. بعد ما عندك الله يخليك. تسلم. تسلم وليد. كيفك حبيبي؟ أنا نار الحمد لله. نار إن شاء الله دائما نار. برافو عليك. الله يعزك. يا رب عليك. أنت لك فترة قاعد بالقاهرة وتزوجت؟ جوزت وعندي عبد الله إن شاء الله. عبد الله سميت عبد الله. ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله يعيش بدلالك وبيعز بيعزك. الله يعزك. الله يخليك وليد. شو عم تشتغل حبيبي؟ أنا مدير شركة دعاية وإعلان وماركتينج. هذه أنت مجالك هذا. يا. كيف؟ طمني. نار الحمد لله. كل شغل كويس. كان. مصر ما شاء الله. إيه طبعا. مصر. إعلان. كل شيء. صحيح. صحيح. شعب راقي. إيه ما في شك. اللي شغلي شغلك هون أفضل من عمان. والله. دعاية والإعلان. وين مكان. حتى تشجعنا بركي بنعمل شيء هون. تشرف على راسي. 100 هلا. تسلم. افضل مصر افضل دوله بالعالم تعمل فيها بزنس. اها والله برافو. برافو افضل عليك. دوله بالعالم المصري. اذا بتضحك بوجهه بتشرح كل اواعي. هم اطيب شعب. هني معروفين حبايب. هني هني ما بقول لك مصر سكره. سكره ليه؟ لانه شعب مصري. شرف اني من مصري. الحمد لله. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. على راسي. انت شرفتنا بهالبرنامج. شرف لي. شفتوا عم بتشوف المسامح كريم؟ المسامح كريم طبعا كل المتابعين لك عم بتشوفه. يا لانه سالت للساعية البريد قلت لها شو بده مني الاستاذ جورج. مانك عارف. بس مبسوط اني شرفت فيك حبيبي. الله يخليك. وانتم حبايبي بالاردن كمان. انت عم تحكي عن مصر بس انتم الاردنيين كمان حبايب قلبنا. كلنا وطن واحد. وطن واحد نحن. ليك حبيب قلبي نحن. أنا دعوتك لأنه بتعرف أنت بالمسامح كريم بيكون في شخص آخر هو اللي داعي. أنا في شخص بتزعل معه. إيه. مين؟ أنت بتزعل مع حدا؟ أنا ما في حدا بيزعل مني ولا بزعل من حدا. ولا بتزعل من حدا. ما في بالدنيا شيء بيسهل الزعل أصلا. برافو عليك. برافو عليك. مبين من بشاشة وجهك. يسلم. والله لما شفتك أنا لما شفت ساعة بريد عم تعطيك الرسالة هلا عم شوفها عرفتك. حبيبنا. عرفتك. يعني حبيبنا. أنت شاب قلبك على كفك. نار. ان شاء الله دائما نار. ضل بصحتك يا حبيبي. تعرضت لحادث انت بالاردن وروحت اجرك رحت سويتها بلبنان. كنت قدير الله وتفقيد الله. الحمد لله. مشي الحال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بدي احكي لك الدكتور كان عنده 80% اني ما بقدر امشي على رجلي كمان مره. الدكتور اللي بالاردن اللي عمل لي العمليه اللي بلبنان بالاردن بالاردن. ايه ما كنتش مصدق راح امشي على رجلي كمان.